نشرة أخبار استاد القاهرة الرياضية، أهلا بكم. أرسل الرئيس محمد مرسي برقية تهنئة لمنتخب مصر للشباب بمناسبة تأهلهم رسميا لكأس العالم للشباب واللي هتقام في تركيا الصيف المقبل. انفرد إنبي بصدارة المجموعة الأولى في الدوري المصري عقب فوزه الكبير على فريق الجونة 4-1 في اللقاء اللي جرى بينهم أمس في الجولة 9 من الدوري هذا الموسم. إنبي بعد النتيجة دي بقى منفرد بالمقدمة برصيد 15 نقطة متقدم على النادي الأهلي اللي عنده 12 نقطة، بينما الفريق الساحلي تعقدت مأموريته بعد ما تجمد رصيده عند النقطة الخامسة في المركز الثامن. مجموعة قنوات الجزيرة قدرت إنها تنجح في حسم السباق وتفوز بالحقوق الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي البريمير ليج الموسم الجاي، وأكدت بعض المصادر إن هما مش هيكتفوا بده وإنما كمان هيحاولوا إن هما يشتروا حقوق الدوري الألماني البوندسليغا. قال أسطورة الكرة الإنجليزية السابق ومهاجم منتخب إنجلترا السابق جاري لينيكر إن التاريخ هيفضل يتذكر الفتى الذهبي مايكل أوين وإنه لن يمحى من ذاكرة الجمهور الإنجليزي بشكل خاص والجمهور العالمي بشكل عام، وده بعد ساعات من إعلان مايكل أوين اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي شهر مايو الجاي. النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي ريال مدريد اتكلم لوسائل الإعلام الألمانية عن مسيرته مع ريال مدريد واعترف إن أداؤه اتحسن كتير في خلال الثلاث سنين اللي لعبهم في ريال مدريد تحت إشراف جوزيه مورينيو، وقال إنه في ريال مدريد بقى أقوى جسديا وأداؤه اتحسن كتير. النجم الإيفواري يحيى توريه هدد إدارة نادي مانشستر سيتي إنه يسيب النادي الصيف الجاي لو ما تمش فتح ملف التجديد عقده اللي ينتهي صيف 2015 في خلال الأربع أيام اللي جاية، وده حسب تصريحات وكيل أعماله اللي قال إن موكله بدأ فعلا يفكر يسيب الدوري الإنجليزي. تصريحات صحيفة الكيب الفرنسية، رد ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي على تصريحات سيب بلاتر اللي هاجم فيها قرار بلاتيني بإقامة كأس أوروبا لسنة 2020 في القارة الأوروبية كلها مش في دولة معينة. بلاتيني قال إن كأس أوروبا هتكون أحسن واسمها هيكون أعلى وإن هما يكونوا أول اتحاد يطبق ده وهيكون ليهم السبق. المنتخب الإيطالي اللي هيلاعب منتخب البرازيل النهاردة ماتش ودي، طيارته امبارح كان في طريقها لسويسرا اتعرضت لصاعقة رعدية في السماء حسب صحيفة الجازيتا ديلو سبورت الإيطالية. المشكلة عدت بأمان وتم تأمين طاقم الركاب. بعدها أكد ماركيزيو لاعب المنتخب الإيطالي ولاعب نادي اليوفنتوس إن هم أصيبوا بالرعب، لكن الحمد لله ما حصلش أي مشاكل أو أي خسائر بين اللعيبة. تشيزاري برينديلي مدرب منتخب إيطاليا قال إن مهاجم نادي ميلان والمنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي نهايته مش هتكون زي مهاجم نادي إنتر ميلان السابق أدريانو. برينديلي قال إن بالوتيلي لديه كبرياء أكثر من أدريانو وهو فعلا عايز يثبت إنه من أحسن لاعبي العالم. جيرام مانديف لاعب نادي نابولي الإيطالي أكد شكوك مدربه السابق مورينيو في أحقية حصول ديل بوسكي على جائزة مدرب العام، وقال بانديف إنه صوت بصفته قائد لمنتخب مقدونيا لصالح جوزيه مورينيو مدرب فني السابق ليه في إنتر ميلان، ولكنه فوجئ يوم إعلان نتائج بأن صوته كان لصالح ديل بوسكي، وقال إنه حاول يبلغ مورينيو بالموضوع دوت وعلق في الآخر وقال إن في أشياء غريبة بتحصل في الفيفا. لويس سواريز المهاجم الأوروغواياني الدولي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وجه تحذير لنادي إنه يبدأ يفكر في العروض الجاية له من أندية الأوروبية الكبيرة اللي بيشارك في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا كل موسم. في تقرير قالت إن نادي بايرن ميونخ الألماني متصدر البوندسليغا ونادي يوفنتوس متصدر الكالشيو مهتمين بضم لويس سواريز اللي سجل 29 جون في 40 ماتش لعبهم مع ليفربول السنة دي. النجم الإسباني شابي ألونزو نجم وسط نادي ريال مدريد قرب ان هو يغادر الليجا الإسبانية والانتقال لصفوف بايرن ميونخ الموسم الجاي. موقع ذا ايكونومست قال ان النادي البافاري بيتابع باهتمام المفاوضات بين النادي الإسباني واللاعب وان هو مستعد للانقضاض على اللاعب والحصول على توقيعه في حال فشلت المفاوضات بين الطرفين. في تصريحات لرئيس نادي بايرن ميونخ أولي هونس قال الألماني ان تشكيل بايرن ميونخ الحالية مكتملة، وقال ان مفيش غير 2 او 3 لعيبة بس هم اللي يقدروا يدخلوا التشكيل من لعيبة برشلونة وريال مدريد. ولما سأل عن اكتر لعيبة الاسباني اللي يحب يضمهم لبايرن ميونخ قال اعتقد ان اندرياس انيستا وجوردي ألبا، لكن احنا فريق مكتمل واحنا الافضل حاليا. في قرار صدر من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم أعلن الاتحاد عن اتخاذ قرار جديد هيتم تطبيقه من الموسم الجاي بيقضي بخروج اللاعب اللي بيحصل على كارت أصفر من الملعب لمدة 10 دقايق. القرار ده هيتم تطبيقه على بطولات الشباب والغير محترفين الأول قبل ما يفكروا في تطبيقه على الدوري المحترفين الهولندي. نشرة أخبار استاد القاهرة الرياضية اليوم 21 مارس 2013 قدمها ليكو عمرو فكري.